مناصرة المظاهرات والاعتصامات التي يقوم بها الشعب العراقي لمحاولة إعادة العراق إلى أهله وشعبه، وكذلك إجراء الإصلاحات والقضاء على الفساد والمحاصصة والإشكاليات التي تمر بها العراق منذ 16 سنة. اليوم نحن موجودين هذه المبادرات، شاركنا في تظاهرات قبل يومين أو ثلاثة في ساحة التحرير من أجل المساهمة وأعضاء إخواننا. هذه المظاهرة لا تشمل المهندس ولا تشمل الطبيب ولا تشمل الفلاح، تشمل كل الحياة الاجتماعية، هي داعمة للإنسان سواء الأم سواء المثقف، هي داعمة للإنسان من حيث الصحة، هي داعمة للإنسان من حيث التعليم، هي داعمة للإنسان من حيث الثقافة، هي داعمة للإنسان من حيث الأمن من كل مفاصل الحياة. للتبرع بالدم حتى غصت بهم القاعة، وإن شاء الله أكو حملات أخرى لجمع التبرعات العينية والمادية لغرض دعم المتظاهرين. وحول هذا الموضوع ينضم معنا الأكاديمي كاظم